رؤيا في دقيقة. رئاسة صناعة الدفاع التركية تعلن أن فرقاطة إسطنبول من الفئة الأولى المتخصصة في الدفاع الجوي ستدخل الخدمة في 23 يناير الجاري. الشؤون الدينية التركية تؤكد أن 55,000 شخص سجلوا في البرنامج التدريبي لنتعلم القرآن من المنزل. امتلاك العقارية في تركيا، خلاصة المشاريع بين يدي. شركة أوبو الصينية ذات الشهرة العالمية في إنتاج الهواتف الذكية تعلن دخول السوق التركية باستثمار 50 مليون دولار. المسدس سار 9X المصنع من قبل شركة سار سلماز التركية يحصل على جائزة أفضل مسدس في الولايات المتحدة لعام 2020. تركيا في دقيقة.